مشاهدين مساء الخير واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ولمتنا الحلوه. لمتنا الحلوه النهارده حلوه برانيا ومروه. حلوه بيك يا مها والله. ربنا يخليك انت. اخباركم ايه يا حلوين؟ الحمد لله كله تمام تمام زي الفل. النهارده الخميس بقى، فطبعا يعني اول اسبوع بالنسبه لنا في اللمه الحلوه، واخر اسبوع واخر الاسبوع الويك اند وحاجه لطيفه جدا. ما بقيناش بنخرج بس برضه حاجه لطيفه احساسك جداً. برضو ان انت في الويك اند وان انت ممكن النهارده الخميس تعملي حاجه. ايوه النهارده الخميس صح. طيب وبما ان النهارده الخميس فقلنا نبتدي الاسبوع بمجموعه من رسائلكم اللي بعتوها لنا علشان نتناقش فيها وتعرفوا ايه راينا، وممكن كمان لو في متخصصين نسالهم، بس احنا بنتشاور مع بعض كده زي ما بنقعد قعده صحاب نتكلم ونقول يا ترى نعمل ايه في المشكله الفلانيه. تعالوا مع بعض نقرا اول مشكله. اول مشكله بتقول حبيت شخص من جنسيه مختلفه، حب لا استطيع نسيانه لمده 3 سنوات، لم يتمكن من التقدم لاهلي لان العادات بترفض الزواج من غير جنسياتي. حاولت معه انه يتقدم لكنه خايف من ردة فعل اهلي لانه بيشتغل لدينا. بعد فترة تقدم لي ابن خالتي ورفضته ولم اوافق، واخبرتهم بحبي لشخص اخر لعلهم يساعدوني على الزواج منه، لكن الامر ازداد سوء حيث هددوني ان لم اتزوج سوف يخربوا حياة حبيبي. انا لم استطع تحمل الضرر الذي سيلحق به بسببي، تحت الضغوط اجبروني اني اتزوج، وانا دلوقتي بقالي سنه ونص متزوجه ولم اجد فيه ما ينسيني حبي، ايه العمل؟ هقول وجهه نظري وبعد كده رانيا ومروه يقولوا وجهه نظرهم في المشكله دي. تحت ضغوط مش تحت ضغوط، انت في الاخر اتجوزتي حبيبك ده اللي انت حبيتيه تنسيه باي شكل من الاشكال، لان انت في الاخر مش هترتبطي بيه، ولو هترتبطي بيه انت في واحد دلوقتي اوريدي مرتبطه بيه، وافقتي عليه تحت ضغط، بس وافقتي، مفيش حاجه اسمها تحت ضغط. تحت ضغط انت لو فضلتي تقولي لا مفيش حد اهلك مش هيجوزوكي عمرهم غصب عنك، هيضغطوا عليكي، بس في الاخر لازم موافقه الزوجه دي، لازم موافقه البنت اللي هتتجوز، فانت تحت الضغط ده وافقتي، فوافقتي هتشيلي قدر من المسؤوليه اوكي، وزوجك ده ملوش ذنب خالص، وتنسي الموضوع اللي فات ده تماما وتركزي في حياتك وتركزي في مستقبلك وتركزي في اللي في ايدك دلوقتي، علشان انتقام ربنا في الحالات دي بيبقى وحش قوي قوي. ده رايي. اتفضل قولوا ارائكم يا بنات. بصي انا بس عايزه اقول لك يعني حاب حاجه مهمه قوي، ان 99.9 من الزيجات اللي من جنسيه تانية بتفشل. يمكن انت ربنا يعني انقذك، يمكن لو كنت اتجوزتي اللي بتحبيه ومن جنسيه تانية كان ممكن ان انت تبقي مطلقه بطفل، او كان ممكن ان انت تبقي مطلقه وعندك اطفال ما انتيش عارفه تشوفيهم. فدايما ربنا بيعمل لنا كويس، ودايما اللي ربنا بيختاره لنا احسن من اللي احنا بنختاره مهما كان. ولا حتى تفكري الموضوع اللي فات ده تقفليه كده برمته، كملي وتتبسطي باللي ربنا مديهولك، عيشي حياتك وتبسطي باللي ربنا مديهولك، ده رزقك في الدنيا خلاص اتبسطي. طبعا انا رايي زيكم بالظبط، هو لو كان لبقى كان لبقى موجود كان نزلك من بره زي ما انت بتقولي ان هو من جنسيه اخرى، لو كان ليكي نصيب فيه كنت هتتجوزيه، انت كده هتخربي حياتك وبعد كده هتخربي حياه الشخص التاني اللي موجود معاكي، وفي الاخر الدنيا مش هترجع برضو زي الاول، مش هترجعي حتى لو انت بتفكري ان انت مثلا تنفصلي عشان خاطر ترجعي لحبيبك، عمر ما الحاجه اللي هتحصل او انت هتبقي موجوده في حياه زي اللي كانت، الحياه كلها هتبقى بايظه بالنسبه لك وبالنسبه لجوزك وبالنسبه لحبيبك ده، لان خلاص هي موضوع واتقفل وانت اتجوزتي شخص تاني، وفعلا انت ما ينفعش ان انت تخربي حياه راجل مالوش ذنب. بالظبط، يعني حاولي حتى تفكري في زوجك ده، هو اكتر واحد ملوش ذنب في الليله دي كلها، لا هو اتضغط عليه، هو اتجوزك بارادته، فاهمه ازاي؟ وحتى لو في شويه مشاكل زي اللي بين اي زوجين، مش هعرفك التاني ده لما تتجوزيه كانت هتبقى حياتك شكلها عامله ازاي؟ يعني انت بتحبيه لانك انت ما عشرتيهوش، بس مين عارف بالعشره كان ايه اللي هيحصل؟ يمكن زوجك يطلع احسن مليون مره. ركزي ادي نفسك فرصه في حياتك وفكري بس في ان انت دلوقتي امراه متزوجه، ما تفكريش في التاني ده خالص. المشكله اللي بعديها مين يقراها لنا بقى؟ يلا يا شيرين.